حقوق الله سبحانه وتعالى المتفاوتة أو الفاضل والمفضول. ضاق الوقت، هل أصلي السنن أولا وتخرج الصلاة الفريضة عن وقتها أم أصلي الفريضة؟ بل أصلي الفريضة. علي فرض زكاة وأنا أتصدق، أخرج فرض الزكاة، لأني لو قصرت في المندوب ليس علي إثم، لكن لو قصرت في المفروض علي إثم. طيب، عندي صلاة عصر فائتة قديمة في ذمتي، وما بقي لصلاة العصر هذه إلا قدر أن أصليها، هل أصلي في هذا الوقت القديمة التي علي أقضي هذه الصلاة، أم أصلي التي لها الوقت؟ بل أصلي التي لها وقت، حتى لا تكون هذه الأولى خرجت وأيضا الثانية أخرجتها. فالإنسان دائما في حقوق الله سبحانه وتعالى يقدم الأوجب. في بعض الأحيان الله سبحانه وتعالى رخص للإنسان، مثلا جاء رمضان، أن إذا كان الإنسان مريضا كيف يؤخر حق الله من أجل حقه، لكن يكون المرض مسقط للعبادة. يعني يقول الطبيب إذا أنك أكملت الصيام تضررت، لا يجوز أن تصوم، أو لو أنك تيممت تلف هذا العضو فلا يجوز لك أن، لو أنك توضعت ووضعت الماء على هذا العضو تلف فتتيمم.